صباح الفل، دي بقى البيت. ايه دي بقى ان شاء الله؟ مش عارف. ايه ده؟ تعرف نعمل حاجة؟ راح فين يوم شيماء؟ ايه ده؟ دي مين؟ راح فين يوم شماء؟ يوم شيماء راح فين؟ بلاك يال راح مدرسة. ايه ده؟ اه صح، مش مدرسة بالليل. ام شيماء، ام شيماء رحت فين يا ام شيماء؟ وايه المدرسة المقفولة دي؟ يلا تركب على الزباين، هموتك الزباين تاخد. يلا نقبلهم نقبلهم بسرعة. وانا التب بتاعي مكسور، التب كان ب 3000 جنيه. هو الراجل نصب عليا ولا ايه؟ في واحد نسينا يقبله. انا لو رمحت اي طفل هطلع عيني. كان جهاز اقبل. بيتفرجوا على حاجات مبيلعبوش ليه؟ لك يا نظر، راح اشوف هعمل ايه في الكمبيوتر ده. كده ايه ده؟ ده احسن من التاب كتير. برضو ما اشتغلوا. هلعب شوية بكتشات. خد يا ابن الحرامي، خد يا ابن الحرامي، خد يا ابن الحرامي، ملفشات لك. شفتك يا معفن. انت دفعتش؟ ما اوريك. استنى كده، كسبت 12000. جيت 12000 برضو. طيب انا هاخدكم. يا خرابي السويد سالب، يا نهار، يا خرابي السويد. شفتي ما اشتغل انا خربيتكم. دي لكم ماما بتاعتي، دي الزبالة بتاعتي يعني، صح يعني؟ عشان أسافر المدينة المتخلفة دي أروح على مدينة تانية، هطلع بره المدينة دي، مدينة هبلة. نقف رايح في المحل عشان ميسرقش ولا حاجة. أنا على محل. مش يا بت، امشي امشي من وشي. سكة سوات، سكة سوات جيب، عامل ايه؟ هاخد شي بديهة تانية احسن من البديهة المعفنة دي. دخلت المدينة التانية دي احسن كتير جدا 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 من المدينة التانية. شايفين بيبيعوا ترابيزة دهب؟ مدينة بتاعت اثرياء. شوفوا كمبيوتر دهب، شاشة ذهب، ماوس ذهبي، كيبورد ذهبي، شبشب ذهب، حمام ذهب. ده موجود في الحياة على فكرة. كرسي ذهب، ترابيزة ذهب. ولا انت جايب كل ولا انت حرامي؟ اه حرامي، اه ديك في دماغك، شكله حرامي الواد ده. هستكشف المدينة. ايه ده؟ ازيك يا اسطى؟ عاوز 10. بص يا
ايه ده؟ ازيك ازيك يا اسطى؟ مالك؟ ايه ده؟ مالك يا اسطى؟ انت موت واضربك انت. ايه ده؟ ايه ده؟ مقبرة دي ولا ايه دي؟ ايه دي مقبرتك؟ ايه ده؟ باشا دي مقبرة دي مقبرة بارت كرافت ولا ايه؟ ايه ده؟ باشا المقبرة دي ولا دي مش فاهم، مش عارف ايه ادي ايه ده وايه اللي هنا دوت، مش فاهم حاجة. مش شخص اللي اتفقن دهبي ده، ايه ده؟ مين ده؟ مين الباشا ده؟ يطلع مكان غريب. أنا في المدينة دي، إيه ده؟ متاكل خلصت، بس استعبط كي كالعادة. لحية مقفولة من يعني كل مدينة لازم يكون فيها حاجة منها مقفولة، لازم يعني. أقدر أكسر ده؟ لأ. الساعة كام؟ الساعة 9. الساعة 10. انا راح اروح البيت، اروح البيت اطمن على البت شيماء، اطمن على البت مريم. سرعلي الوقت شوية، انا اصلا مش فاضي، انا عاوز النهار يطلع، زهقان. عاوز الساعة 12 تيجي بسرعة. المحل راجع باشا. حسبت لعب، ما علينا. راح اشتري ساعات لأسرع الزمن، ثبت من وشي. افتح لي الجهاز، اعطيني منها. لا مش من دي، مش من دي يا باشا، من دي نسيت. ساعات 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 وي تارك الفايل. اشتريت 10، كفاية جدا. ايه ده؟ وفي واحدة من 14 اللي جبتهم. فين بقى يا ولاد الحرامية؟ فين الباقي من 14 اللي جبتهم يا باشا؟ فين الباقي؟ فين بقى؟ ايوه كده، روح بنت مريم. يلا روح اسميها بنت مريم، روح لها. مش من هنا، وكالعادة لازم يكون مكان مقفول. دي مدينة المقفولة يا رسم يا عم الحاج، وكل الطرق مقفولة. انتوا مدينة معفنة، الطرق كلها مقفولة. هنا لكم، هنا الزبالة، هنا قطع من زبالة، الزبالة بتاعت المحل. هنا في ايه؟ شفت شو انا فيه؟ في زبالة، في انا كرسي وش اي 60 مليون لازمة كده. تمام، خلاص دلوقتي نروح بنت مريم. ايوة تعالي لي يا حاج. وي ساكن مريم. ايوة كده ساكن. دلوقتي النص. وي لا ما جتش، تعالي الساعة بتستعبط. وي كده دلوقتي الساعة 12 كده، كده الساعة 12 كفاية. بسرعة بقى نرجع الجهاز بتاعنا. دلوقتي الساعة 12 بس، بسرعة ارجع المحل. ارجع يا باشا، اجري يا مجدي. محلك فين يا باشا؟ بسرعة، عشان زمان القايمة السرية ظهرت. القايمة السرية زمان ظهرت، تعال لي يا باشا. القايمة السرية ظهرت اكيد اهي. سيبها نشتري، عايزين نشتري شوية كاميرات، شوية ملح، وهات لي شوية برضو من ده.
بدوت معيش تمن طبعا. ايه ده؟ صاصة. اوكي اوكي بيقول لي معكش تمن. تمام، معايا صفر بالعملة دي. اشتري من شوية، شوية منها، شوية من دي، شوية من البوكس ده. دلوقتي يا جماعة راح تشوفوا يعني تقريبا اللعبة بتهنج. يا نهار أبيض، ده مليت الدنيا. طب لو رميت البتاع ده البيت تمريمة تديني ايه يا ترى؟ بس تديني ال 12 خلي كبيرة مضطر يمشي معفن. بت يا مريم راحت فين؟ يا مريم انا مختفت. بصي الساعة دي بيجيش الا وقت معين، على الساعة 12 بالليل. يعني لو ظبطناش هظبطك الصراحة. وي وجت وجت يا باشا، وجت طلع لها بيت. تقول لي يا سر ده انت عيالة معفنة. تقول لي مش عاجباها اللي بتاع دي، مش عاجباها، مش يا زفتة زفتة. وانا مش فاضي اللعبة تانيك. وي وي سنوك يا جدعان. وي قلت كمان ما احنا وي تتسرع لنا ورا شوية عشان الزباين تيجي. افتح المحل. ايه ده انت عملت مرة واحدة؟ احنا نصب على بعض. انت عامل ساحر، مفيش اي عفريتة بتجيلي للاسف يا اسطى. وانت هجرب الفرجي الكوبايات اللي تتدهال دي، هنشوف هاي البت مريم هترضى فيها ولا لا. هات كوباية كوباية. تيجي عشان اعرف اظبط. واحدة، هات التانية، التالتة، هدي الرابعة. انا حملت كتير، 5 ساعات دهال. نستنى المحل يفتح من بعد الساعة 5. افتح المحل من بعد الساعة 9 الصبح. افتح. تعال يا مريم. مريم لو استعبطتي هتخلي السجن. بص يا مريم، بس مريم بعد كده هوت اول الف في الجانب. هيجيبك ولا لا؟ هيجيبك ولا لا؟ هاي صوت شرطي شرطي. بروح اجري الشرطي. وانت شرطي شرطي يا شرطي. اوه بضع بنت مريم، اوه بضع بنت مريم يا اوه مر عليها. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا مريم؟ عفنا اتحبست بسببك. هو ده بدفع 285. انت بتعمل ايه يا ابني؟ سجننا. سجننا. انا هنزل احسن ادفع لك. معايا كام صح؟ انا معايا 1 مليار وشوية، 4 مليار وشوية. يلا يا عم انا يهمك يا عم. تعال خد يول انا هوريك يلا. تعال بس انا هموتك يلا تقلقش. ده حبسني تاني 299 يا ابن النصابة. مريم دي عيلة معفنة.